السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من الآخر الخلاصة. متابعينا الكرام، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 أو 16 2020. البطولات اللي معانا بطولات محلية خاصة بكل دولة من الدول العربية، لذلك أقول توقيت الدولة العربية وتوقيت مصر طبعا وتوقيت جرينتش فقط، مش هقول التوقيتات كلها لكل الفيديوهات. عندنا البطولة المغربية الاحترافية الأولى أو الدوري المغربي، بداية الجولة 29، مباراة بين الدفاع الحسن الجديدي أمام الفتح الرباطي، مباراة قوية ميعادها الساعة 8 مساء أو 8 مساء بتوقيت مصر، الساعة 7 مساء بتوقيت المغرب، والساعة 6 مساء بتوقيت جرينتش. القناة الناقلة الرياضية SDUHD اللي هي الرياضية المغربية، والمعلق عادل المسعودي. الدوري المصري الممتاز، عندنا مباراة، دي المباراة التانية في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري. الانتاج الحربي هيلعب امام الانتاج الاسماعيلي الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، الساعة 6 مساء بتوقيت جرينتش. القناة الناقلة اون تايم سبورتس 1 HD والمعلق محمد الكواليني. دوري ناصر بن حمد الممتاز البحريني، اعتقد الدوري البحريني عبارة عن 19 جولة تقريبا، ما هو المفروض 9 رايح 18 جولة، فكده دي الجولة الاخيرة يا جماعة، المفروض 18 جولة، فكده دي الجولة الأخيرة الأسبوع 18 مفروض يعني على حد علمي، لذلك هيتلعب المباريات كلها في نفس اليوم وفي نفس التوقيت. مباراة الرفاع الشرقي أمام الرفاع، الحالة أمام النجمة، الأهلي أمام الشباب، الحد أمام البيستين، المنامة أمام المحرق. الأسبوع 18 أعتقد الجولة الأخيرة، مش متأكد، لو في حد من البحرين يا ريت يصحح لي المعلومة. دور ناصر بن حمد البحريني الممتاز، ميعاد المباراة الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، الساعة 7 مساء بتوقيت البحرين، الساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت جرينتش. القناة الناقلة هو عندهم قناتين، قناة البحرين الرياضية الأولى وقناة البحرين سبورت اللي هي الرياضية التانية، يعني أهم مباراتين هما اللي هيتذاعوا على القناتين دول. تمام. الدوري السوداني الممتاز، عندنا الصراحة أنا مبقتش عارف الدوري السوداني ده نتائجه بتطلع ولا مبتطلعش. عندنا 4 مباريات في نفس، أو عندنا عذرا، مباراتين في نفس التوقيت. الخرطوم الوطني امام الرابطة الكوستي، هلال الفاشر امام الامل العطبرة في الاسبوع 32، المباراتين دول ميعادهم الساعة 3:30 بتوقيت مصر، 3:30 مساء بتوقيت مصر او عصرا توقيت مصر طبعا، توقيت السودان هو نفس التوقيت. طيب، حي العرب بورتو السودان امام اهلي شندي، ومريخ الفاشر امام الهلال، والشرطة القضارف امام هلال الابيض، والمريخ امام الاهلي عطبرة. ال4 مباريات دول هما الأربعة في ميعاد الساعة 6:15 بتوقيت مصر والسودان. آخر مباراتين في الجولة 32، حي الوادي نيالة أمام الفلاحة عطبرة، وأهل الخرطوم أمام هلال كاتوكوجلي، والمباراتين دول ميعادهم الساعة 8:30 مساء بتوقيت مصر والسودان. القنوات الناقلة في تقريبا في قناة السودان الرياضية الأولى والتانية هتذيع أهم مباراتين، أو هنا مثلا ممكن تذيع المباراتين دول، وبالنسبة للـ4 مباريات دول هتذيع أهم 2، وآخر مباراتين هتذيعهم إن شاء الله. كأس أريدو القطرية، كأس أريدو عبارة عن دور مجموعات، مجموعتين، المجموعة كل مجموعة فيهم 6 فرق. الـ6 فرق دول أعتقد، الله أعلم مش متأكد، هم أصلا فرق الدوري وهيلعبوا مع بعض على على أساس يعني كل 6 فرق يكونوا في مجموعة ويصفوا مع بعض، وبعد كده يعملوا دور دور بقى تقريبا دور الأربعة، أو الاتنين من هنا والاتنين من هنا، دور الأربعة بعد كده دور الاتنين اللي هو نصف النهائي، بعد كده النهائي عادي يعني. المهم عندنا 3 مباريات، الدحيل أمام السلية المجموعة الأولى أو المجموعة إيه، المباراة بعد الساعة 4:45 دي يعني 5:15 مساء بتوقيت مصر، وتوقيت قطر هو 6:15 اللي هو 5:45 دقيقة. القناة الناقلة قناة الكاس الأولى HD أو الكاس 1 HD والمعلق أحمد المعمري. السد القطري يعود من جديد بعد دوري ابطال اسيا، كذلك الدحيل برضه عاد. السد هيلعب امام قطر الساعه 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت قطر، الساعه 5 مساء بتوقيت جرينتش. هنا على فكره كان الساعه 2:45 دي عن 3:15 مساء بتوقيت جرينتش. بالنسبه للسد وقطر، القناه الناقله قناه الكاس الاولى HD والكاس 1 HD والمعلق محمد السعدي. الخور هيلعب امام الوكره في نفس توقيت السد وقطر في المجموعة A، والقناة الناقلة الكاس 4 HD والكاس الرابعة والمعلق عبد الله المسلماني. في مباراة ودية بين نياكاغارا، مش مهم نياكاراغا كناغرا. تابعي الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة من الآخر الخلاصة. أعتذر لو صوت في نبرة إن أنا عاوز أنام، أنا فعلا عاوز أنام.
نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. اشترك في القناه بالضغط على الزر الاحمر، اسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك، سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو، فعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.